معايا يا شباب، رجعنا. رجعت انا، جددت السيشن. معايا يا شباب، الكل معي. أسيل، هاي أسيل جوينينج. معك دكتور. تمام، معك دكتور. طيب الآن إحنا بدنا نعدل على البرنامج. يعني إحنا كنا آخر شيء تحدثنا فيه إنه البرنامج أصلاً مقسوم لقسمين، قسم للفونكشنز اللي هن اللي بحط تعريفين فوق، وقسم لاستدعاء للفونكشن. وقلنا البرنامج هذا نوع معين من البرنامج، منيو دريفن بروجرام، واللي بعطي قائمه، وهاي القوائم ممكن تشوفوها باي مكان ترى. يعني ولو انه الان يعني في عندنا جرافيكال يوزر انترفيس، بس يعني ممكن انت تعمل برنامج انتراكتيف ومتحاور لليوزر، تقول له دخل الخيار اللي بدك اياه، وبعدين تدخل الاوبيرانز، وبعدين تجمع تعطيه، انت قاعد بتحاوره، تاخذ منه شيء وتعطيه شيء. الان الفكره سي بلس اسهل صح؟ اقول التصميم زي هيك على حاسب على سي بلس بلس اسهل صح؟ من نفس الشيء يعني، بس انت الان بتحكي عن لغه، يعني الان احنا اللي بندرسه الان خلينا من السي بلس بلس، لانه البايثون اسهل واحلى واجمل واسرع، عرفت علي؟ يعني وبديش انا اقول افاضل بين لغتين، لانه السي بلس بلس برضه لغه قويه، ولكن احنا الان يعني خلينا في موضوعنا الان. تقريبا نفس المبدا، نفس الفكره بالنسبه للفانكشنز، مع اختلافات طبعا طريقه التعريف الفانكشن والى اخره. الان هذول الفانكشنز اللي احنا سويناهن كلهن شايفينهن، الان بدي اشيلهن كات، تمام، وبدي احطهن بلايبرري. هون اعمل نيو فايل، واللايبرري هاي بدي احطهن لحالهن هون، تمام تمام وبدي اسمي هاي اللايبرري، اسميها كالكلاي، ماشي. هاي سيف، شو بدي اسميها؟ كالك لب، كالك لب. هاي سيف. الماشين معي يا شباب؟ ماشي معك دكتور. سميت هذول الفانكشنز لحالهن، حطيت لحالهن، وبدي ارجع هون على الكالك فانكشنز، هاي سميتها كالك كليب، تمام، وبدي اقول له هون امبورت. في صوت على المايكس شباب، اللي عامل صوت على المايك رجاء يحاول يبعد مصادر الصوت اللي عنده عن المايك. طيب امبورت ايش؟ كالك لب، تمام. مش انا حطيت الفانكشنز كلياتن هون لحالهن بملف شو سميته؟ كالك لب، ورجعت على الاله الحاسبه بتاعتي، عملت امبورت لمين؟ لكالك لب. بس ضل عندي شغله مهمه جدا، شو لازم اعدل هون؟ لازم احط هون كالك، كالك لب دوت سم سم، تمام، وهون كالك، يعني لازم اضيف الكالك لب دوت مع الجميع، كنترول سي، تمام، هاي كنترول في، وهون نفس الاشي كنترول في، وهون كنترول في. في غريب اشي هيك؟ لا ما ضل شيء. اذا لاحظوا عملت كل الفانكشنز اللي عندي على شكل لايبرري. الان سؤالي، حجم المين بروجرام شو صار فيه؟ اصغر عمليه الكالكوليشنز صارت هيدن بالنسبه لليوزر. اليوزر ما عنده غير بس انه امبورت فقط. امبورت معناه استيراد، مزبوط ولا لا؟ خلينا نعمل رن، هل راح تختلف الامور؟ لا ما تختلفتش نهائيا. هاي 1
الصميشن، هاي ثلاثة أربعة، وهاي طلع لي الصميشن ورجع لي للمنيو، نفس الحركات تماما ظلت. هي طريقة الحل الثاني صح دكتور؟ هاي مش طريقة الحل الثانية، خلينا نقول هيك اني فصلت، عملت فصل للفانكشنز عن مين؟ عملت فصل للفانكشنز عن مين؟ عن المين بروجرام. المين بروجرام عملت فصل للفانكشنز عن المين بروجرام، حطيتهم ملف لحالهم مع شكل لايبراري، وهون الان باجي على الفانكشنز انا. وين صارت عندي اللايبراري؟ هاي اللايبراري. افرض اني انا اجي على بالي ازيد ها فانكشنز، اعمل زياده للاكسبوننشال، للسكوير روت، لللوغاريتم، لا اعمل آلة حاسبة فيها مليون عملية، وين تعديلي راح يكون؟ كلياته على ايش؟ على البرنامج على الكالب كليب مش على الثاني. على ال يعني على ال على الفانكشنز، على اللايبراري بضيف قد ما بدي من الفانكشنز، وبعدين برجع على المين بروجرام تاعي، بقدر الان استخدم اي فانكشن من الفانكشنز الموجوده. تمام طب شباب. دكتور الو دكتور في اصوات على المايكس. طيب تفضل ياسين، بدك تحكي شيء؟ هسا انت احنا فصلنا الفانكشن عن المين بروجرام، طب هسا انا بس اعمل سيف واطلع من البرنامج سبايدر كامل، ضلهم يعني باللايبراري هذول محفوظين ولا انه خلاص حتى ارجع اعملهم اجين؟ الان لو جينا مع بعض، خليك معي ركزي كويس، لو فتحنا المكان اللي بخزن فيه، المكان اللي انا بخزن فيه، لاحظ انه هذا البرنامج اللي عندي اللي هو برنامج الكالك فانك فانكشن، هاي الآلة الحاسبة صح، وبجنبها شو فيه؟ كالكليب. كالكليب مخزنات وين؟ مع بعض بنفس المكان، مزبوط ولا لا؟ واذا كان بكون خزنت في مكان اخر، فلازم احدد الباث، يعني وين موجود الكالكليب، يعني افرض انا مش موجوده مع بنفس المكان مخزنات، اللايبراري مخزن مكان وهذا مخزن مكان ثاني، فلما اعمل امبورتون شو لازم احط؟ لازم احط الفول باث، يعني سي سلاش كذا سلاش كذا سلاش كذا، على اساس لما يعمل امبورتينج يروح على المكان اللي موجوده فيه اللايبراري ويعمل لها انكلود، زي الانكلود في السي بلس بلس تماما. فهذول مخزنات بنفس المكان، ما دام مخزنات بنفس المكان فهذا لما يعمل امبورت، لما يعمل امبورت على طول راح يلاقيها موجوده، راح يعرف انه هاي لايبراري لانها موجوده مع مين؟ مع جمله امبورت. واللايبراري عاده بكون فيها فانكشنز او بروسيجرز. تمام معي انتو؟ معك دكتور. طيب في نقطة ثانية، مثلا يعني هذول الفانكشنز اذا بتلاحظوا اللي عملناهن، باخذن كل واحد باخذ تو باراميترز. تمام كل واحد باخذ تو باراميترز وبرجع لك ايش؟ عملية حسابية مظبوط؟ يا اما جرح او ضرب. طيب انا بدي اعمل الان مش فانكشن ديف، بدي اقول له لاين او برنت لاين، بدي اسميه هيك بي ال يعني برنت لاين، يعني اختصار ليش برنت لاين؟ شو يعني برنت لاين؟ يعني اطبع لي بس ايش؟ اطبع لي بس سطر فاضي. وهذا مهمته انه يطبع ايش؟ يطبع السطر هذا بس، هاي مهمته كلياتها. في ريتيرن؟ ايش ريتيرن؟ لا فيش، ما في له باراميترز كمان، ما لهوش باراميترز اطلاقا. هذا الفانكشن شو بسموه الشباب؟ في صوت من المايكس عندكم اللي بتحرك قاعد او بده يصيح اخوه بتهيأ. طيب نرجع لموضوعنا، اذا هذا الفانكشن باراميترز، شو يعني باراميترز؟ ما باخذش باراميترز نهائيا، وهذا بنسميه بروسيجر. ليش سميناه بروسيجر؟ لانه ما فيش فيه جمله ريتيرن، ما برجع اي قيمه، ما في عمليات حسابيه، مهمته هون طباعه فقط، بتطبع طباعه. طيب
كيف بدي استخدمه هون؟ طبعا خلينا نعمل سيف وبعدين ارجع لل في عندي هون 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 هذا بطبع سطر صح؟ يعني بدل ما اقول برنت واقعد احط كل مره ليش ما بقول هيك كالك دوت دوت ايش لازم يطلع معي دوت صح دوت بي ال مزبوط وبعدين هيك يعني ما باخذش باراميتر ونفسه هذا اكرره هاي كوبي بدل الجمله هاي تمام بصير ولا ما بصير نعم لازم نحط print calc lib dot pl لا 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 شالة هاي راح هاي راح لازم يجي معها print calc lib module reloaded شوف كيف النتيجة مرة ثانية خلينا نعمل stop أو نعمل choice 5 خليه يعمل stop شباب في واحد عنده شغلة على الميكروفون المديول شو اللي عملنا احنا كالكليب خزناها بي ال اوكي وهاي عملنا سيف نرجع لهون وهاي برضو سيف وخلنا نعمل ديباجينج طيب الخيارات طبع للمنيو زي ما انتم ملاحظين ونفذ نفذ البروسيجر هذا مزبوط ولا لا يا مين اللي سألني قال لازم نكتب انت لازم انا قلت لك لو نحط ليش نكتب برنت ما هو اصلا اذا رجعنا للبي ال هون باللايبرري شو بيسوي شو في جواته انسايد برنت في جواته برنت مزبوط ولا لا مزبوط اذا ولاحظ لما جينا احنا نفذنا طبع السطر ولا ما طبعه هي طبع مزبوط طبع هون سطر وطبع هون سطر تمام محتاج برنت يعني لو ما كانش في جواته برنت ما هو مهمته اصلا يطبع فاحنا ليش استدعينا لانه هذا برنت لاين مهمته يطبع لاين داش لاين بالشكل هذا فهي طبعنا هون وطبعنا هون وهاي خمسة اوكي انتهينا وصلت الفكره وصلت دكتور هذا شو بنسميه الفانكشن اللي ما فيش فيه جمله ريتيرن بروسيجر البروسيجر اما الباقيات فانكشنز تمام ولاحظ الفانكشن هذا باراميترلس شو يعني باراميترلس ما لهوش باراميترز ما لهوش باراميترز طيب اذا دكتور بس سؤال اذا سمحت تفضل بس لما جينا سوينا سيف لللايبرري تبعت الفانكشنز بتفرق معي لو لما سويت لها سيف كانت دوت تي اكس تي او دوت باي لازم تكون دوت باي اوكي لازم تكون دوت بايثون دائما وابدا خلص. يعني الامتداد تاعها بايثون عشان يتعرف عليها بالامبورت تمام يا شباب اذا فهمنا كيف نخلي الفانكشنز جوا البرنامج نفسه او نفصل الفانكشنز عن بعضها يا شباب وصلتكم الفكره دكتور اوكي دكتور بدي اسال نعم تفضل بس في شيء اسمه انستد فانكشن يعني بقدر استعمل داخل فانكشن فانكشن ثاني اي نعم زي مثل امبورت ماث مثلا اي نعم ممكن فانكشن يستدعي فانكشن اخر يعني هون الان سؤالك انه هل من الممكن انا اعمل امبورت ماث ليش لا شو المشكله لا داخل فانكشن بكون عامل فانكشن يعني داخل بس بعمل الاستعاده شو اسمه استعاده للامبورت مات عفوا انا دقيقه اللهم صل على سيدنا محمد اجيت هون على الفانكشن هاب واجا بده يعمل زميلكو بده يعمل امبورت للمات يعني بدك تعمل هون import import math ما في مشكلة عادي يعني عادي ما في مشكلة بس لاحظ يعني
بدل ما انت تعمل امبورت ماث هون تمام، ممكن شو اعملها كنترول اكس وتعال اعملها هون كنترول في هون يعني مش جوا الفانكشن، ما فيش داعي. او انك اذا انك بدك تستخدم اذا بدك تستخدم اشياء من الماث جوا الفانكشنز هذول ما في مشكله هون جوا اللايبراري، يعني استدعيت لايبراري جوا لايبراري اصلا انت عاملها، هاي بلت ان لايبراري وهاي يوزر لايبراري ما في مشكله. وممكن انك اذا بدك ايش تستدعي يعني خلينا نعمل هاي كومنت، اذا بدك ايش تستخدمه جوا الفانكشن بدك تستخدمه هون اعمل امبورت للماث هون ما في مشكله. حسب وين بدك تستخدم المكونات الماث، بدك تستخدمها في اللايبراري هاي ولا بدك تستخدمها في المين بروجرام، بتعمل امبورت. اذا عملت امبورت جوا، اذا عملت امبورت هون جوا الماث فيش داعي تعمل هون، يعني هاي شيلها ها خلص، لانك لما تعمل امبورت لكالكليب هاي جواتها اصلا في امبورت ماث. وصلت الفكره يا شباب؟ ما وصلت. وهذا جائز. كمان جائز اشي ثاني، انه فانكشن يستدعي فانكشن اخر. الكل معي؟ في ناس بيحضروا كرة قدم حاسهم، الدوري وما دوري وبرشلونة وما برشلونة، خليكم معي يا شباب. وصلتكم الصورة الآن؟ وصلت. طيب الآن بدنا نعمل أو نرجع للسلايدات شوية على أساس اللهم صل على سيدنا، أعمل كوشيرينج بس لل نرجع للسلايدات شير. وظهرت سلايدات أمامكم يا شباب؟ لا دكتور ظهرت. دكتور بدنا الشاي. أنا راح أبعث لكم كويز. شوفوا مثلا البرنامج هذا أو مش برنامج، هو فانكشن. شو بيسوي الفانكشن هذا؟ بحسب طول السترينج. طيب خلينا نعمله، نعمله على السبايدر. شو رايكو مع بعض نعمل فانكشن إحنا يحسب طول السترينج؟ طبعا أنتوا بتعرفوا إنه في عندي فانكشن جاهز، مزبوط ولا لا؟ دكتور في عندي فانكشن جاهز، خلينا نعمل شيرينج بس. هاي شير وهاي النيو. خلينا نكبر لكم اياها شويه. تمام. بدي اعمل فانكشن يحسب لي طول اي سترينج مهما كان، انا ابعث له السترينج ويرجع لي قديش طوله بالكاركترز. فبدي اقول له ديف شو اسميه؟ string length، هيك يم string length، اي اسم بدي اياه. شو راح ياخذ؟ s مثلا او اي قيمه او str زي ما بدك، هاي الاسماء انت بتتحكم فيها. طيب تمام، شو راح يسوي هذا الفانكشن؟ بدي احسب الطول. انت بعثت له ال str، شو راح يسوي بال str؟ بدي يحسب اللينك تاعه. ما بدنا نستخدم الفانكشنز الجاهزه، بدنا نستخدم يعني اسلوب اخر، اسلوب العد التقليدي. بنقول له كاونت ايكوال 0 تمام، هذا كاونتر. بنقول له مثلا 4 سي اتش ان str مظبوط. then count plus 1 count plus equal 1. طيب كمل، شو لازم يرجع لنا؟ الكاونت. احسنتي. ما هو الكاونت وين معبرين عنه احنا؟ باللينك، مظبوط ولا لا؟ خلص انتهى الفانكشن. شوفوا الفانكشن ما اسهله هاي هيك تمام. في حدا مش فاهمه؟
لوب دوران بمر على الكاركتر ساعات السترينج واحد واحد، كل ما مر على واحد بضيف للعداد واحد بس لا أكثر ولا أقل. تمام؟ طيب كيف بدي أستدعي؟ طبعا هاي الفانكشن انتهينا منه، الآن بدنا للاستدعاء بنقول له ST string strg مثلا equal مثلا string، أو هي أصلا string صح؟ input enter your string، أعطينا السترينج اللي عندك. ما هي الانبوت شو الأصل تاعها شو بتسوي؟ الإشي اللي بتدخله شو هو؟ سترينج. بدنا نقول له برنت. برنت ليه شو رايكو؟ بلينك كراوند أوف سترينج كما أيوة سترينج تمام هيك كما نقول له strg تمام فاصلة slash slash t is تمام كما شو بدنا نحط هون؟ مين بقول لي؟ بدنا نستدعي function string length string length. ليش؟ شو نبعث له؟ شو راح نبعث له؟ ال strg 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 بس وخلص هيك بكون انتهت جملة البرنت وسلامتك وتعيش. هاي جملة البرنت تمام، وهاي كمان تصغير عشان تشوف البرنامج كلياته. وصلت الفكرة كيف استدعيته؟ هاي هون استدعيت الفانكشن اللي انا عملته. ها شو بعثت له؟ ال strg اللي عملت له input من الشاشة، يعني هون خلينا نقول هذا المين تمام. نعمل رن للبرنامج نشوف. هاي رن. شو بقول لي هون؟ بقول لي انتر يور سترينج، دخل لي السترينج تاعك. بدي اقول له ويلكم تو يرموك يونيفرسيتي. ليش يا طولها؟ بقول لي the length of your string welcome to يرموك يونيفرسيتي is 29. هاي النتيجة شايفينها يا شباب؟ هاي النتيجة شايفينها؟ نعمل رن كمان مرة. هاي رن. هاي رن كمان مرة. بقول لي انتر يور سترينج، بدي اقول له علي قديش هذول؟ the length of your string علي is 3. تمام؟ تمام. وصلت الفكرة كيف استدعينا؟ طيب في يعني ممكن انا شو اسوي؟ اعمل فانكشن. الفانكشن هاب شوفوا كيف ديف انبوت انبوت شوفوا شو بدي اسميها انبوت and call input and call. شو سميته؟ input and call. وبدي اجيب هذول. ها شايفين؟ بدي اجيب هذول control x واجي احطهم هون جوا control v. شو عملتهم؟ وين راح المين؟ شو اكتب بالمين؟ اول شيء فيش ريتيرن هون.
استدعى الفانكشن الثاني بس. هذا الفانكشن استدعى مين؟ استدعى هاب صح ولا لا؟ هاب تم استدعائه جوا مين؟ الامبوتانت كول. طيب هون بالمين شو احط؟ مين بقول لي؟ بس انا اكتب اسم الفانكشن الثاني امبوت امبوتانت كول احط بس. هيك بس امبوت اند كول بس. ايوه هيو ها شايف طلع لك اياه مباشره امبوت اند كول بس حط قوسين. طبعا ايش بين قوسين؟ لانه بارامترز ما لهوش بارامترز تمام. بس اذا شوفوا شو كيف الاستدعاء. طبعا هون تعرف في زي صوت فان على السماعه يا شباب اللي عنده الصوت قريب من 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 المايك رجاء. يعني قلت لكم غرفه الضيوف الان ملغيه عندكم بالبيوت ما فيش داعي. انا الصوت ازعجني حاسس زي كانه في كائنات فضائيه زي صوت الاشباح شيء بجرش شيء طاحوني الله اعلم شو. ايوه ركض هسه الحمد لله رب العالمين تمام. اذا لاحظوا المين بروجرام المين بروجرام شو صفى شو صفى جمله واحده بس. يعني هذول الان لو شلتهن وحطيتهن بلايبرري ها وعملت امبورت شو صفى المين بروجرام كلياته شو راح يصفى؟ جمله استدعاء امبورت مع جمله الاستدعاء. هاي نجرب نشوف كيف الاستدعاء. هاي رن على طول شو اعطاني نفس الفكره انبوت السترينج بدي اقول له مثلا جوردن از ذا بيست. يور ذا لينث اوف يور سترينج جوردن از ذا بيست از 18 كاركترز تمام. يعني هذا هو المين بروجرام تاعنا بس استدعاء فانكشن. هذا الفانكشن راح بدور استدعى مين؟ استدعى هذا. وصلت الفكرة؟ وهاي فكرة ايش؟ فكرة انه فانكشن يستدعي فانكشن اخر. ممكن هذا يستدعي فانكشن كمان قبليه، شو المشكلة؟ عادي ما في اي مشكلة نهائيا. اذا ممكن فانكشن يستدعي فانكشن؟ نعم، بس بشرط شو؟ يكون معرف قبليه. مرة ثانية بعيد. هذا استدعى السترينج لينث. ليش؟ السترينج لينث معرف قبليه. ما بصير هذا اللي قبليه يستدعي اللي بعديه. وصلت؟ اي فانكشن بده يستدعي فانكشن اخر لازم يكون معرف قبله مسبقا. طب دكتور ليش؟ مش هم بيئه مختلفه؟ كل واحد في بيئه مختلفه؟ لا بس احنا قلنا البايثون وبكرر للمره المليون البايثون شو هي؟ انتربريتر. مظبوط ولا لا؟ انتربريتر هي مفسر. وبالتالي لما نقول ديف معناه الانتربريتر راح يمر على تعريف هذا يمر على تعريفه على الاعلان ويعرف انه في فانكشن اسمه سترينج لينك موجود. الان لما نمر على هذا راح يعرف كمان انه هذا. لما يجي هون نستدعي بالمين ما هو اللي بتنفذ اول واحد مين بتنفذ مباشره اللي بتنفذ المين تمام. معلش بدي بس اعمل ايديتنج عنده اللي بتنفذ المين هذا راح يتنفذ اول واحد. اجى لهون مشى لقى هاب مزبوط. هذا وينه؟ هذا وينه؟ مر. لا لازم يكون قبليه مر عليه الانتربريتر وشايفه. اذا مش قبليه مر عليه وشايفه راح يعترض يقول لك هذا مش موجود قبل ما مريت عليه ما عندي معرفه فيه. يعني بمعنى اخر ما بصير انك انت تقفز للامام يعني تروح تشوف شغله جايه بالامام يعني معرفه بالامام. لا الفانكشنز لازم يكون معرفات مسبقا ها. وحتى اذا فانكشن بيستدعي فانكشن لازم يكون معروف قبل ما يستدعي. فهذا معروف هون قبل ما يستدعيها تمام. وصلت الفكره؟ ايوه تمام وصلت تمام. الان هذا لاحظوا المين بروجرام شو صفى؟ صفى بس جمله واحده وهذول الباقي كلياتهم فانكشن. ولو شلناه وحطينا ملف مستقل وبنقدر نعمل له امبورت هيك بالحاله هاي يا شباب صار زي كانه ايش جملتين بس المين بروجرام. وبالتالي شو صار عندي؟ صار عندي حجم المين بروجرام صار قليل واذا صار في اي خطا ممكن احصره. بعدين افرض اني انا اللهم صل على سيدنا محمد
احتجت اللايبراري هاي تاعت السترينج ها اللي بحسب طول السترينج. هذا مش فانكشن بحسب طول السترينج بالله عليك، وهذا ممكن نستخدمه بس مرة واحدة؟ لا لا أكثر من مرة، ممكن تستخدمه أكثر من مرة وبأي مكان بدك إياه. reusability إعادة الاستخدام، ممكن أنت تعمل لايبراري هاي لايبراري تعملها فقط للسترينج، كل الحركات اللي بتتخيلها في ذهنك على السترينج ممكن تحطها في لايبراري هاي خاصة فيك أنت. كمين معي من الشباب؟ سامر، خلدون. خلدون قرر يعمل لايبراري للسترينج يعني ما تخرش المية على رأي المصريين، ها حط فيها، بدي يحط فيها 3000 فانكشن، هذول كلهن لمعالجة الشرائح الرمزية، وحط توصيف لها وحطها ملف واحد وقال يا شباب البايثون هاي اللايبراري بتغنيك جاهزة فاليديتد 100%. وحط توصيف لكل فانكشن، مش بس هيك حط هيلب معاها، يعني اي واحد بده مساعدة على اي فانكشن شارح له كهنت كل فانكشن شو بيسوي، كل فانكشن شو باخذ باراميتر شو برجع باراميترز. وصلت؟ دكتور. فانت وبتقدر تعملها اوبن سورس. شو يعني اوبن سورس؟ مش البايثون اوبن سورس، انه اي حد يقدر يعدل عليها. انا ممكن يستعمل. اقول للناس يا جماعه هاي انا اللايبراري تاعتي طورتها، تفضلوا انا بقدم لكم اياها بالمجان، اللي بحب يضيف عليها يضيف واللي بحب يستخدمها يستخدمها. هيك منكون كبروغرامرز على مستوى انترناشونال سهلنا على حالنا، مزبوط ولا لا؟ انا ببادلك اللايبرريز اللي عندي، انت بتودي لي اللايبرريز اللي عندك. الان انا البروجرام تاعي محتاج يعالج جزئيه معينه، بحبشت لقيت في واحد عامل هاي الجزئيه، عامل لها لايبرري، بقول له اذا سمحت ممكن تودي لي، بودي لك اياها اوبن سورس خلص. هو ممكن يحتاج منك شغله على مبدا وجعلنا بعضكم لبعض ايش سخريه، مزبوط ولا لا؟ سخريه يعني مش مسخره، سخريه يعني مسخرين لبعضنا البعض. انت احتجت مني شغله بعطيك، انا احتجت منك شغله بتعطيني، عشان انا الابلكيشن تاعي او البروبلم اللي عندي احلها. وصلت الفكره يا شباب؟ دكتور. هذا مبدا ال ريوزابيليتي، هذا مبدا الريوزابيليتي. في مبدا اخر بسموه الانفورميشن هايدنج. شو يعني الانفورميشن؟ يعني ريدابيليتي هيك صار ايزي ريدابيليتي، اسهل صار. طبعا هون الريدابيليتي لما تقول انبوت اند كول، والله يعني ولا احلى من هيك مين بروجرام، بس جمله واحده انبوت اند كول خلص، وبعدين كل شيء ماشي على طول، بعطيني السترينج وبعطيني ممتاز جدا. الان لا، مبدا اخر اسمه الانفورميشن هايدنج، يعني لما تيجي انت مثلا على الصراف الالي، شو بهمك من الصراف الالي؟ لا ماني الفلوس، صح ولا لا؟ وشو مبين عليك من الصراف الالي؟ مكان البطاقة ولوحة المفاتيح، في غير هيك؟ لا. حطينا البطاقة، قال لي اعطيني الباسورد، اعطيته الباسورد، قال لي شو المبلغ اللي بدك اياه؟ 10 دنانير. تك 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 تك، في اصوات جوا بتخالع، رايح جاي اشي، قاعد بلطش مع هذا، المهم وب انه مطلع لي 10 ليرات. طيب شو اللي صار جوا؟ بالنسبه عمليه بروسس كامله، انت بهمك كاند يوزر كشخص مستخدم للصراف تقبل، بهمك شو اللي صار جوا؟ لا ما بهمني، انا بهمني بدي 10 ليرات وضل متسهل. لكن بمعنى اني انا خبيت عنك التفاصيل، ما في داعي تعرف التفاصيل، خلص انت طلبك ملبى، بدك 10 دنانير 10 تفضل، لكن التفاصيل اللي جوا it is hided from you. هاي اللي بسموها الانفورميشن هايدنج. انا برنامجي ما بوجهه للناس اللي بتعرف كمبيوتر، الكو يعني، انتوا بتعرفوا كمبيوتر بتعرفوا برمجه، انا برنامجي دائما وابدا لما بدي اعمله بفترض انه الاند يوزر ماله مشطوب اللي قدامي. شو يعني مشطوب؟ يعني بعرف شيء بالكمبيوتر، وبالتالي هذا الاند يوزر بده مسجز، بده رسائل تصله، دخل كذا، هيني دخل، اعمل كذا، سوي كذا، وهي النتيجة. طيب شو اللي صار؟ كيف طلعت لي النتيجة؟ ما بهمني، أنا بدي النتيجة. إذا لما أجي أنا أحط كل الفانكشنز هاي
وأحاول أعمل أبستراكت البرنامج كله عندي بدل ما يصير حتى أجيب إنبوت كول لا ضغطة زر وإنه متنفذ كليات ومعطيني الشاشة وبقول لي دخل كذا وعمل كذا وهاي النتيجة. هذا إيش؟ Information Hiding. أنت خبيت عنه التفاصيل، ما في داعي يعرف التفاصيل، خبيت عنه المعلومات كلها لكن ما يحتاجه أعطيته إله. وهذا أو الإنكابسوليشن المبدأ اللي تشتغل عليه الكبسولة تاعت الدواء يا شباب، مظبوط ولا لا؟ وهذا مبدأ بالأوبجكت أورينتد. الكبسولة تاعت الدواء شو في جواتها؟ البودرة، مظبوط. البودرة هاي تاعت الدواء. أنت معك التهاب حلقك، وصفوا لك أموكلان مثلا، أموكلان كبسولات. يا عمي شو هالكبسولات تاعي؟ إشي خضر وصفر وأحمر، بس أنت خذها ما عليك من هالسلافة. قال بقى بدي أعرف شو التفاصيل. يا عمي أنت طبيب ولا أنا الطبيب؟ تساويش أنت والطبيب إذا قلت له شو التفاصيل. بقول لك هاي الكبسولة 3 مرات باليوم، شو فيها الكبسولة؟ مالكيش علاقة شو فيها، إلك علاقة أنك تخف بس. إذن it is encapsulated, it is hidden from you، ولكن الريزلت تاعها واضح بالنسبة لك، هدفك اللي أنت طلبته موجود. هذا مبدأ آخر بس بتخذوه لما بتخذوا الأوبجكت أورينتد بروغرامينج. في حدا عنده أي سؤال يا شباب لغاية الآن؟ إذن اليوم أنهينا كيف function بستدعي function، شو معنى البروسيجر، كيف إنه نخلي جوا الفانكشن يكون باراميترز، نعمل جملة برنت أو جملة إنبوت، تمام؟ وبرنامج الآلة الحاسبة وكيف نعمل منيو دريفن بروجرام. في حدا عنده أي سؤال؟ المرة الجاية لأني بدي أمشي أسرع شوي وأنهي موضوع اللهم صل على سيدنا محمد، موضوع الفانكشنز خلص يعني، يعني البارت الأخير، وأعمل شوي ديسكشن معه. دكتور احنا شو ضل علينا؟ احنا ضل علينا الفايلز وضل علينا الليست والفايلز اند ليست يعني، او ممكن الاكسبشن ناخذ شوي بالاكسبشن. دكتور بالنسبه للاساينمنت نحوله لوورد ونبعثه ولا كيف؟ زي ما انا طالب منك، حطوا كليات كل البرامج، حطن ملف واحد تكست فايل وورد او تكست فايل، واعمل لهن ابلود زي ما هو طالب منك، بتعمل سبميت من عندك من الاي ليرنينج. وصلت؟ انا ما بدي الرن، بس انا راح اخذ كل برنامج، راح افتح الوظيفه تاعتك، اخذ كل برنامج احطه على السبايدر، او اني بطلع عليه مباشره بعرف انه شغال ولا لا، احطه على السبايدر اشتغل اخذت علامتك، ما اشتغل كل برنامج عليه 20 علامه. طيب دكتور ذكرتان زي السؤال الثاني، عملية حسابية مش مفروض يكون إلى قيم معينة؟ أي سؤال فيهن؟ مثلا أسئلة الرياضيات كلهم حيطلعوا إجابة، بس يعني إجابات حتكون تختلف. مش مشكلة، المهم إنه هل أنا برمجت السيريز صح؟ مش مشكلة الإجابة يعني، لو واحد دخل X 10 هذاك دخل 2 مش مهم، لكن أنا بدي أطلع على البرنامج كيف عملته، مثلا في ماينس بلس الاشارات كيف برمجتها، مظبوط ولا لا؟ مش في سيريز كيف اثبتت انه الاي تو دي باور اكس هي نفس الاكسبوننشال لاكس؟ انا حطيت لك معادله انا اشتقيتها، اذا بدك اودي لك الاشتقاق تاعت الاي تو دي باور ان، اي تو دي باور ان اللي بحسبها الجهاز والاي تو دي باور ان المحسوبه عن طريق المعادله، بدي اشوف هل هن اثنين قديش الخطا بيناتهم. تمام تمام دكتور، بس قبل بيومين من الامتحان يا ريت بس تخبرنا، عشان بس في شغله هيك الواحد يكون منظم اموره، لانه مرات ما بتشوف المسج. لا ان شاء الله، خلص الكويز قبل الكويز بقول لكم باليوم الفلاني راح يكون في كويز، وبعمل انه يظهر لك باليوم الفلاني اللي حكيت لك عنه. اوكي ان شاء الله، يلا يعطيكم العافيه ونلتقي ان شاء الله. دكتور في واحد بالتشات يا دكتور، بسرعه الشات، انا ترى ما بقدرش الحق على الشات وعلى الشرح. بقول لك ممكن استخدام البرنت باسكال. شو البرنت باسكال هذا؟ الامتحان مش فاهم شو يعني برنت ما هو بدها نيستد لوب، انا محدد لك بالسؤال، اقروا الاسئله كويس، قايل لك يوزنج نيستد لوبس.